في البريطون نادي ستاد ريني، هذه الانديه اللي عاده تلعب على المراكز هنا. سفيان بوفال يرفع كره على القائمه الاول لاصحاب الدار الابيض الاسود، يضغط في نين عز الدين اوناحي وكذلك سفيان القندوسي، ولكن هنا ضاعت الكره، ضاعت الكره، رجعت من جديد الفينات يونجين طالب على مستوى وسط الميدان، سفيان يمشي الجهه اليسرى، مراوغه الاولى يا سلام، نستمتع اليوم مع راس النادي اونجي، سفيان بوفال طلبها، استلم الكره بعد ذلك سيغير على جهته اليمنى، الكره تمشي ناحيه سفيان بوفال يلعب بسرعه، سيما يدخل سيما بوفال وبوفال رقابه باليمنى لاسدين ممتاز، عنده اسدين ناحي فضل لمنو كتعب سينما الكره كي يتسديد هذه من الكرات يخسرها نادي مارسيليا، غريب مارسيليا في توصل على الطرف الايسر، هنا الكره في العمق ولكن الركنيه امكانيه المرور الركن لفائده فريق انجي، دوري بينما لدينا كره عزلين اوناحي، او مرور جميل، مرور جميل وفي عرضيه انطلاقه من الجهه اليسرى في عرضيه ممكن جول وصلت بوفال اليمر، بوفال يتقدم، بوفال يحاول يتوغل، هل يرفع الكرة بوفال، بوفال يسدد، بوفال ينطلق، بوفال يمشي المغربي، بوفال يتوغل، بوفال يدخل، بوفال يسدد وبوفال، بوفال سوبيز، بوفال في الانتظار، بوفال نتكلم عن فرق ثلاث ايام وصفا تاثير ثانيا على عناصر اونجي، ونتكلم عن الاخطاء، عن الاخطاء اللي وقع فيها فاليري، سدد بوفال في الانطلاقه، بوفال في الانطلاقه اخر انتصار خارج الميدان في الدوري الفرنسي كان بملعب لابي ديشان امام لاجيوسير، نضع مره اخرى لمسه رائعه من بوفال اوناحي المودعين لدوري ابطال اوروبا، بينما كره يبحث عن تسديد ولكن بوفال في خطا، في خطا نعم كره بلي بوفال، بوفال يتقدم، بوفال الابناء هنا كيتهاد الفضاء ديال الملعب الشرفي، مقابله مهمه صراحه غنقولها وغنعاود نكررها، هذا الجمهور مكانه الطبيعي هو قسم الاضواء القسم الاحترافي الاول، متابعينا الكرام متابعي قناه صوت العداله اينما كنتم، نبقاو مع هذه الاجواء ديال الملعب الشرفي متابعينا الكرام.